اللقاءات الكبيرة بقى قدام الأهلي والزمالك لما بتيجي تبص عليها تاني دلوقتي بتقيمها بتشوف هل سيراميكا ظهر بمظهر كويس قدام الأهلي والزمالك؟ أنا شايف الحقيقة إن سيراميكا كليوباترا عمل مباراتين جيدين جدا جدا أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز الإسماعيلي الفرق كل الفرق الكبيرة أو الجماهيرية يعني عملنا قدامها مباريات جيدة جدا ويمكن أعتقد مباريات الأهلي والزمالك في الدور الثاني بالنسبة لسيراميكا كليوباترا تختلف عن الدور الاول يعني احنا الدور الاول برضه ايه السبب بقى وايه الفرق برضه ما تنساش يا ابراهيم ان احنا فرقه متكونه جديده فرقه لسه ما كانش فيها التجانس والتالف اللي موجود في التوقيت اللي احنا فيه ده انت النهارده بتكون فرقه تقريبا 24 او 25 لاعب جايبهم من انديه متعدده فرقه يعني ما قعدتش مع بعض ما فيش فتره اعداد تقريبا عملناها قبل الدوري يعني احنا بدانا صعدنا وبعدها ب 10 ايام تقريبا الدوري بدا فيا دوب جمعنا الفرقه بسرعه جدا فاعتقد يعني كل ما الفرقه بتقعد فتره اطول مع بعض واللاعبين بينسجموا مع بعض اكتر بيبقى في ترابط وانسجام جوه الملعب وبره الملعب يعني فاعتقد ان الدور الثاني بالنسبه لنا ان شاء الله مع وجود قياده فنيه طبعا برئاسه كابتن ضياء اعتقد ان شاء الله باذن الله الوضع ممكن يروح للاحسن ان شاء الله خلال المباريات اللي جايه مع الفرق الكبيره او الفرق اللي ليها جماهيريه كبيره يعني.